أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن على ضرورة تنافس الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم في إطار من النزاهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم وأضافت يلن خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة في بكين أن المستوى القياسي الذي سجلته التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي على الرغم من التوترات أظهر وجود فرصة كبيرة أمام الشركات بالبلدين للتعاون في التجارة والاستثمار. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي جاء ذلك خلال زيارتها لبكين ومشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء وقالت يالن أن التغير المناخي هو الرقم واحد في لائحة التحديات العالمية ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف إن الاقتصاد الأكبر في العالم وفر في يونيو أقل عدد من الوظائف خلال سنتين ونصف السنة هذا وأظهر التقرير أيضا أن عدد الوظائف التي جرى توفيرها في أبريل ومايو أقل من العدد الوارد بتقارير سابقة بمقدار 110 ألاف وظيفة هذا وقد هبط الدولار الأمريكي في التداولات بعدما أسهمت إشارات على تراجع قوة سوق العمل الأمريكية لخفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لكن الين قفز بفضل مخاوف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ياتا) بأن الطلب على الشحن الجوي تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة 2.4% بقارة أفريقيا وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 وأوضح الاتحاد أن الشحن الجوي لشهر مايو 2023 في قارة إفريقيا تراجع أيضا بنسبة 9% من 10 مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، وأرجع تقرير إيات هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي إلى تباطؤ حركة التجارة بين قارتي إفريقيا وآسيا، مضيفا أن نمو التدفقات التجارية بين الجانبين انخفض من 18.5% في أبريل 2023 ليصل إلى 11% من في مايو من العام نفسه